تاريخ اليوم 18 جوان 2018 المكان هو مكان المطار الدولي لحبيب بورقيبة بالمنستير. نحن بصدد استقبال الوفد الدنماركي اللي باش يشكل ان شاء الله منعرج جديد ومؤشر خير على السياحة التونسية سنة، خاصة انه انقطع هذا السوق الدنماركية مدة تقريبا 3 سنوات بالضبط تحديدا بعد الضربة اللي صارت في الامبريال في سوسة، خسرنا سوق هذايا. اليوم بتضافر كل الجهود نستعيد هذا السوق، ولذلك اليوم باش نكونوا متواجدين لكلنا في استقبال هذا الوفد الأول اللي تقريبا يشكل حوالي 130 مسافر دنماركي. كنا مجندين حتى من المندوب الجهوي للسياحة، حبيت نقول لكم اللي هو في كونجي، ولكن فرحة وأسوة بهالحدث هذايا جاء ويمارس في الشغل نتاعو. المنستير اليوم كلها حافلة، كنا بانتظار هذا الوفد اللي كما قلنا هو يشكل منعرج جديد إن شاء الله للسياحة التونسية. سوسة، المنستير، مهدية، الكل إن شاء الله كل باش يستفيد من هذا السوق الدنماركي، وأكيد هذا السوق الدنماركي باش يفتح لنا أسواق أخرى، هو عليه إلا أن يعود إلى كونه مارشي تخديسونيل كما يقولوا فيها، هو سوق تقليدية للسياحة التونسية. إن شاء الله يا ربي بكلنا نتألق وكلنا أكيد بشتمنا برشا مصلحة البلاد. إن شاء الله معاكم تكونوا معانا، تكونوا قضيتوا أوقات طيبة، وخليكم معنا في هالروبورتاج. سيدار بنقول اهلا وسهلا بك في المنستير. مرحبا بكم، عاشك. احنا توا متواجدين في مطار منستير لحبيب بورقيبة الدولي، حبيت باش نشوفوا معاكم اليوم حدث يشكل اهميه في المشهد السياحي الكل. اليوم بعون الله نستقبلوا اول وفد سياحي من الدنمارك بعد انقطاع دام تقريبا 3 سنوات تحديدا بعد ضربه سوسه. لو كان تحدلنا الاسباب اللي خلت السوق هذا يتراجع وعلاش رجع الكليون دنماركي؟ والله الاسباب هي اسباب امنيه، معناها من ضربه سوسه نتاع اوتيل امبريال، معناها قصوا علينا، معناها جيس بعد الجمعه قصوا معاش يجيو على تونس. تو اليوم ان شاء الله اول فول هذه حلت على تونس، تو عندهم تسنين. الاسباب معناها الامن متواجد لاباس الحمد لله، فرحانين تو جايين لتونس، وان شاء الله تو كل جمعه 130 150 كيلو باك فول. نجم نقولوا اللي سوق الدنماركيه رجعت ان شاء الله بقوه، الشيء اللي ممكن يشكل منعرج ايجابي في المشهد ككل. والله ان شاء الله هي مش بقوه، ما ان شاء الله بشوي بشوي ان شاء الله بالتدرج، معناها مش بقوه ما ان شاء الله. ستار نجموش نقولوا اللي عبر السوق هذه الدنماركيه نربحوا اسواق اخرى؟ بالطبيعه بيان سير، هذوما لي بيس سكونديناف بصفه عامه كي يجيو لتونس يتبعوهم برشا ماركشيات اخرين، يتحلوا ديفول اخرين، وان شاء الله تخدم السياحه التونسيه ويتعباو الوتله والشعب التونسي ان شاء الله يخدم الخو. الشيء هذا كل الحدث هذا الحقيقه يمثل حدث هام كما قلت لك انا باش ياثر برشا على المشهد السياحي وكذلك على المشهد الاقتصادي خاصه. ومنعرفش لو كان تعطينا بسطه على البرنامج اللي انتم محضرين للوفد الدنماركي. والله شنو البرنامج؟ البرنامج يعني مثلا فما جولات خارج المنستير، فما توا هما لي زارفين تاعهم يجيو بالاثنين، مبرمجين رحلات سوسه المدينه المنستير، رحله زاد الجنوب التونسي بنهارين، رحله للشمال التونسي معناها تونس قرطاج وسيدي بوسعيد. كل ما نبداو بهذوما ومن بعد ان شاء الله نحسنوا لهم في الرحلات نتاعهم. في اطار الترويج للمنتوج التراثي والثقافي كذلك. سيغي بيان سيغي. فما لي فيزيت نتاع لي ميزي، ميزي بار، ميزي نتاع سوسه، ان شاء الله وميزي نتاع الجم بشوي بشوي. ستار سؤال اخير واحنا قاعدين ننتظروا في الوخيين ان شاء الله قدوم خير، حبيت باش نقول لك قداش باش توزعوهم على قداش من وحده فندقيه؟
والله احنا تو بالمومو عندنا 11 نزل تو نزعوا في سوسة. لا هما يخدموا كان على سوسة تو بالمومو هاي. ان شاء الله في المستقبل كان حبوا معناها يتوسعوا من السياره حمامات ان شاء الله. اما السنه على سوسه كاو ان شاء الله مؤشر خير كما قلنا. ان شاء الله هذه البدايه ان شاء الله هذه البدايه وان شاء الله كما قلت لك معناها ان شاء الله هما تو اول فول ان شاء الله يتحلوا دي فول اخرين وان شاء الله يتبعوهم برشا اجونسات اخرى ان شاء الله. Today we get the flight back for Tunisia from Denmark. We will have approximately 100 people. Hopefully, the next coming weeks we will have 125. We'll be here until October, and hopefully we will have a good season and be here for the coming years as well. سيفويز بعد غياب تقريبا 3 سنوات من قطاع السوق الدنماركية على السياحة التونسية، هالعودة هذه شنو تشكل بالضبط وشنو المؤهلات اللي تخلينا نستقبله من جديد ونسترجع ثقة السوق الدنماركية؟ هو بالنسبة لنا نحن الفول هذايا هو أول رحلة تهبط على مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير، هو رجوع للسوق هذه عن طريق متعهد رحلات مجاش لتونس من 2015، رجوع سنة في 2018 إن شاء الله يتواصل الموفى شهر سبتمبر بمعدل رحلة كل أسبوع، نجم تولي حتى رحلتين في الأسبوع. هذا رجوع بتاع السوق الدنماركية على الوجهة التونسية. إن شاء الله فما زادة صحفيين موجودين في الرحلة هذه، 5 صحفيين موجودين يخدموا على مزيد تعريف بالوجهة التونسية، يكون عندهم برنامج زيارة للبعض المناطق السياحية بجمهورية تونسية. العدد نتاعهم اليوم تقريبا فما 100 سائح، 130 سائح تقريبا جايين من الدنمارك هابطين على المطار المنستير الدولي. هذا الكل يرجع معناتها للعمل اللي صار على نطاق سلطة الإشراف وزارة السياحة أو الديوان الوطني للسياحة لرجع الأسواق التقليدية والأسواق والمحافظة على الأسواق الجديدة على الوجهة التونسية. بالنسبة لنا نحن إن شاء الله معناتها يكون موسم سياحي متميز، موسم سياحي يبشر بكل خير. عدد الحجوزات تقريبا شتكون في شهر جويلية أوت تفوق 100% في جهة المنستير. بالنسبة لليوم عنا 89% موجودة كطاقة إيواء بجهة المنستير، 89% من طاقة الإيواء موجود كسياح موجودين بجهة المنستير. بالنسبة لبقية الأرقام نجم نقولوا كي نقارنوا بنفس الفترة من 1 جانفي ال 10 جوان من 2017 ب 2018 عندنا 48.4% زيادة في عدد الليالي المقضات و 19.2% في عدد الوافدين على جهة المنستير. سي فواز نجموش نقولوا لهذه ان شاء الله مؤشر خير انه نستعيد وبقوه كذلك من خلال السوق الدنماركيه اسواق اخرى ربما تغري بالزياره التونس بحكم الاستقرار الامني خاصه. هو كما قلت انت فما استقرار امني، فما عمل امني كبير برشا نشكر عليه المختلف الاسلاك والعامله في الامور الامنيه من الداخليه ومن جيش وطني. بالنسبه لنا نحن زاد هذايا السوق الدنماركيه والرجوع ما ننساوش انه 15 يوم التالي استقبلنا اول رحله جات من كازاخستان على مطار المنستير الدولي، معناتها قاعدين معناتها ان شاء الله
نمشي في التنويع على الأسواق على جهة تونس في إطار معناتها التنويع واستقطاب زاد الأسواق التقليدية الموجودة وإرجاع الأسواق التقليدية كي نحكيه معناتها حتى على السوق البريطانية ورجوعها لتونس معناتها مؤشر كبير برشا. في جهة المنستير عنا عدد نزول قاعدة تستقطب توا في السياح البريطانيين في الجهة، رجوع زاد بقوة للسوق الفرنسية، رجوع للسوق الألمانية، رجوع للسوق البلجيكية مع المحافظة على السوق الروسية والسوق الجزائرية إن شاء الله زادت اللي هي تنبأ بكل خير في جهة المنستير السنة. حجوزات إن شاء الله في جويلية أوتش تكون الحجوزات أكثر من 100% في جهة المنستير وفي نزول جهة المنستير. لحد الآن اليوم مثلا نحكيه على 89% من طاقة الإيواء فيها معناتها السياح موجودين بجهة المنستير. النزول الكل بجهة المنستير تقريبا نجم نقوله مفتوحين، معناتها عندنا 48 نزول 141 مصنف وسبعة غير مصنفين. مرحبا. بارك الله فيك. مرحبا. إن شاء الله نكونوا السنة حضرنا رواحنا لاستقبال موسم سياحي واعد، جنسيات جديدة عنا جاية وافدة على مطار المنستير وعلى المنطقة السياحية المنستير وعلى المهدية وشركة وسوسة زادة كيف كيف. الجنسيات الجديدة هنا نحب نأكدوا اللي عدد السياح الروسيين احنا ننتظروا انه يضعف، تشيكيين في رجوع، البولونيين كيف كيف، سوق الإيطالية بقدرة ربي باش تنطلق الأسبوع هذا، عندنا أسواق جديدة كسوق كازاكستان وهذا في إطار يعني عمل اللي قامت به وزارة السياحة مشكورة. بالنسبة للأسبوع الفارط سجلنا 40,000 سائح على مستوى مطار المنستير، تقريبا فما زيادة بنسبة 100% مقارنة بنفس الأسبوع من سنة 2017. من جانفي إلى حد الأسبوع الفارط عنا قرابة 370,000 سائح بنسبة زيادة 75% مقارنة بنفس الفترة من 2017. كما قلت لكم جميع الهياكل المتداخلة في استقبال السياح ضافرت جهودها ونسقنا لضمان أحسن الظروف لاستقبال زادة وخيانة المواطنين بالخارج. إن شاء الله نكونوا في المستوى المأمول، وإن شاء الله اللي جينا سنة من السياح أو من مواطنين بالخارج يرجع عام الجاي، وهذا الكل معناها في إطار التكاتف بيننا وبين السلطات المحلية. مشكور سيد الوالي، مشكور سيد معتمد الأول زادة، صيانة البنية التحتية النتيجة متاعها أنه تم تأهيل للشهادة مطار المنستير، اتخذ في أول مرة في تاريخه شهادة تأهيل صالحة لمدة 3 سنوات ممضاة من السيد وزير النقل. شهادة تأهيل هذه يعني أنه البنية التحتية جاهزة ومدرج الطائرات جاهز لاستقبال كل أنواع الطائرات، وهذا تم بعد عمل كبير وعمل جبار بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني وزملائنا من وزارة النقل. وشكرا.